تقدم تقدم وكرة ملعوبة مباشرة تسديدة وهدف أول لروما، هدف أول للذهب، بداية لهذه المباراة وانتفاضة الفرح لمدرجات روما التي ظلت صابرة منتظرة ابتسامتها الأولى وفرحتها الأولى. وأخيرا أخيرا ينتفض توتي وخلف تنتفض روما فرحا بهدف أول أتى أمامنا بعد طول انتظار، بعد مباراة عاندتنا وبعد يأتي أمامنا الآن. هذه اللقطة التي تحصل عليها تحصل فيها دانييل ديروسي على البطاقة الصفراء والهدف الأول يأتي أمامنا. أليسان رينزي يدونها في المرمى وينفض الشباك كما ذكرنا بعد صبر طال الشوط الأول. بعد صبر طال الشوط الأول الهدف يأتي. دارميان يا سلام، تغيير اتجاه اللعب ومحاولة اللحاق بالكرة العرضية ملعوبة، ما زالت أمامنا محاولة المرور والتسديدة. يا سلام يا سلام على هدف فيه الجمال، على هدف فيه الجمال، معزوفة ما أجملها ما أجملها. بدأت في البداية عن طريق دراميان، دراميان لعب الكرة العرضية بصورة ممتازة، لعب الكرة بالمسطرة والقلم والعرضية بهدف أول ينفض مدرجات ملعب تورينو فرحا بهدف فيه كل الجمال. شوف الكرة ملعوبة وين وجهها في اللقطة الماضية دراميان وقال له خلصنا من هذا الانتظار. الكرة عدت ومرت اللقطة الماضية ولكن ظل الحاضر أمامنا في الصورة. ماكسيميليانو لوبيز بلا يأس بلا يأس في اللقطة الماضية تابعها وتتعانق الشباك وتعلن عن هدفها الأول، ولكن الفرحة لم تبطل، الفرحة اكتملت رغم أن الكرة خرجت إلى خارج أرضية الملعب، ولكن لا يأس لا استسلام، كرة تعانق الشباك، الجمال فيها في جماعية الأداء. وإن كان الهدف باطلا بالإعادة وإن كان